إذا في هذه الحصة سنتحدث عن درس وسيكون عنوان هذا الدرس هو نص للتحليل والمناقشة من أجل الوقوف كذلك على الكفايات المنهجية الخاصة بتحليل نص ومناقشته نظرا لأهمية هذه الكفايات في السنة البكالوريا بالنسبة في مادة الفلسفة بالنسبة للثانية بكالوريا. بطبيعة الحال عندما نريد أن نحلل نصا فلسفيا وأن نناقشه هناك بطبيعة الحال مجموعة من الخطوات ابتداء من مطلب الفهم كما سنرى، وهناك مطلب التحليل، وهناك مطلب المناقشة، وهناك التركيب، وهناك الخاتمة، وسنحاول الوقوف على كل هذه العناصر وتفسير نقطة بنقطة من أجل محاولة فهم هذه العناصر. إذن سيكون النص الذي سأقترحه عليكم من أجل تحليله ومناقشته وهو نص لميري ورانوك، وهي فيلسوفة إنجليزية، وسيكون النص الذي تلاحظونه على الشاشة على الشكل التالي، سنحاول قراءته. إذن قراءة أولية: إن المعيار الغالب للحكم على أن الشخص هو كما يرى الحس العام هو استمرارية الجسد المادية عبر الزمن، وهو المعيار نفسه الذي نستخدمه للحكم على أن الدراجات الهوائية أو غيرها هي نفسها دون سواها. أما إذا تحدثنا بخلاف ذلك فإن حديثنا سيكون على سبيل الاستعارة، كأن أقول مثلا أنا إنسان جديد، فلو صح هذا القول لما كان بوسعي التفوه به. وحقيقة أننا نشعر أن هويتنا الجسدية عبر الزمن أمر معقد، وأنها تتأكد من خلال المعرفة الداخلية بماضينا التي تأتي بها الذاكرة. يجب أن لا يثير دهشتنا على الإطلاق كون الذاكرة نفسها تتصل بالضرورة بأدمغتنا وبأجسادنا. وإذا كانت ذكرى الماضي قد سببها ما حدث لنا، أي ما حدث لأجسادنا وأدمغتنا، فمن غير المدهش أن استمرارية هذه الأجساد عبر الزمن يجب في بعض الأحيان على الأقل أن يتأكد من خلال معيار الذاكرة. إذن كما رأيتم هذا النص فهو لميري ورانوك، تتحدث فيه عن إشكالية الشخص والهوية. بطبيعة الحال سيكون المطلب الأول عند تحليلنا للنص ومناقشته وهو مطلب الفهم، وعلى مستوى التنقيط نجد بأن هناك خمس نقاط، والمطلوب في هذا التحليل بطبيعة الحال هو تحديد الموضوع، ثم طرح الإشكال، ثم صياغة الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة. يعني لابد من قراءة الموضوع قراءة جيدة لكي نفهم مجال هذا الموضوع، ثم كذلك أن نعرف الإشكال الذي يعالجه السؤال لكي نحاول طرح الأسئلة الأساسية حول هذا النص. إذن من أجل عند قراءتكم بطبيعة الحال لهذا النص ستجدون بأن هذا النص ينتمي إلى مجال المعرفة، عفوا ينتمي إلى مجال الوضع البشري أو إلى مجزوعة الوضع البشري، وتحديدا ضمن مفهوم الشخص كمفهوم مركزي ويعالج إشكالية الشخص والهوية. إذن يمكن هنا أن نقول بأن يتعين على التلميذ أن يدرك أن الموضوع يتأثر داخل كما قلنا مجال الوضع البشري، وهي المجزوءة الأولى في دروس الفلسفة بالنسبة لمستوى الثانية بكالوريا، وقلنا ضمن مفهوم الشخص كذلك كمفهوم مركزي داخل هذه المجزوءة، ويعالج أو يتساءل التلميذ عن إشكالية الشخص والهوية. ومن بين الأسئلة التي يمكن أن نطرحها عن هذين المفهومين الشخص والهوية يمكن أن نقول مثلا: ما الشخص؟ وعلى ماذا تقوم هويته؟ وهل تتحدد بمعيار الذاكرة مثلا؟ هل هذه الهوية تتحدد بمعيار الذاكرة فقط أم أن هناك معايير أخرى؟ ثم هل هوية الشخص قائمة على الوحدة والثبات أم قائمة على التعدد والتغير؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الأساسية التي يمكن أن نطرحها حول هذا النص، وبالضبط حول علاقة الشخص بالهوية، علاقة الشخص بالهوية. إذن بعد تحديد هذا المطلب الفهم
ننطلق أو ننتقل إلى مطلب التحليل. إذن على مستوى التنقيط بطبيعة الحال في التحليل نجد خمس نقاط، وهذا التحليل بطبيعة الحال يجب أن نحدد فيه العناصر التالية عندما نريد أن نحلل أو أن ننجز تحليلا حول نص معين. بطبيعة الحال يجب تحديد أطروحة النص، أي يجب تحديد موقف صاحب النص أو فكرة صاحب النص، أي مضمون صاحب النص، لأن هذه الأطروحة أو موقف صاحب النص يحاول من خلاله صاحب النص الإجابة على الإشكال المطروح، وبالتالي يجب تحديد هذه الأطروحة وشرحها باستعمال الأسلوب الشخصي، ويجب على هذه الأطروحة أن تعبر عن مضمون النص والتعبير عنها من طرف التلميذ بأسلوب واضح، أي تتناول أهم أفكار النص. ثم بعد ذلك لابد في هذا التحليل أو في مطلب التحليل أن نحدد مفاهيم النص الأساسية وأن نقوم بتعريفها وبتحديد دلالتها والعلاقات القائمة أيضا بينها. على مستوى التنقيط نجد نقطتين بالنسبة لاستخراج الأطروحة وتحليلها، نقطتين. ثم كذلك تحليل الحجاج المعتمد في النص، نقطة واحدة، يعني لابد من التلميذ أن يحاول البحث في ذلك النص عن الأساليب الحجاجية أو عن الآليات الحجاجية التي استعملها صاحب النص في الدفاع عن أطروحته أو في تأكيده لأطروحته. طبيعة الحال حينما نتحدث عن الأساليب الحجاجية يمكن للتلميذ أن يجد مجموعة من الأساليب الحجاجية مثلا داخل النص، أن يجد مثلا في بعض النصوص عند قراءته أن تجد مثلا أسلوب المثال، أسلوب المقارنة، أسلوب كذلك التفسير والتوضيح، أسلوب الاستشهاد ببعض الشخصيات التاريخية أو ببعض المواقف الفلسفية، أسلوب التعريف، يمكن أن يجد التلميذ أسلوب التعريف داخل نص معين. إذن سنحاول الآن أن نقدم تحليلا لهذا النص، مثلا من بين الأفكار التي يمكن أن نشير إليها في هذا التحليل يمكن أن نقول مثلا بأن أطروحة النص الرئيسية بعد قراءتكم لهذا النص بطبيعة الحال حول إشكالية الشخص والهوية، سنجد بأن صاحب النص يتحدث بأن هذه الهوية مرتبطة بالذاكرة أو مرتبطة بمعيار الذاكرة، وكذلك أعطانا مثال في هذا النص حول الدراجات الهوائية الذي اعتبر أنها تستمر عبر الزمان من خلال الجسد المادي، من خلال شكلها المادي الفيزيولوجي كجسد مادي. إذن يمكن أن تكون الأطروحة ديال هذا النص بعد قراءته أن نقول مثلا على أن صاحب النص يعتبر بأن هوية الشخص تتحدد من خلال معيار الذاكرة كجزء لا يتجزأ من الدماغ البشري، لأن يعني صاحب النص يعتبر بأن الذاكرة مرتبطة بالدماغ البشري. إذن هوية شخص تتحدد من خلال معيار الذاكرة كجزء لا يتجزأ من الدماغ البشري، والتي تشكل هذه الذاكرة تشكل خزانا للمعارف والأحداث والتجارب والذكريات، وتؤكد في نفس الوقت هذه الذاكرة استمرارية الأجساد المادية في الزمن. إذن إذا عدنا للنص بطبيعة الحال سنجده في هذا النص يتحدث على أن الشخص أو هوية الشخص تتحدد من خلال معيار الذاكرة، وأن هذه الذاكرة بطبيعة الحال مرتبطة بالدماغ، مرتبطة بأدمغتنا أو بالدماغ الإنساني، والذاكرة هي خزانة للمعلومات والتجارب الماضية وأحداث وقعت للإنسان في الماضي، وهذه الذاكرة بطبيعة الحال هي التي تمنح طبيعة الحال يمكن من خلالها أن نحكم أو أن نقول بأن الدراجات الهوائية تستطيع أن تستمر عبر الزمن من خلال معيار الذاكرة. إذن كذلك في هذا النص بعد تحديد الأطروحة يجب كذلك على التلميذ أن يحدد المفاهيم الأساسية للنص. بعد قراءة هذا النص سيتبين لكم بأن المفاهيم الأساسية في هذا النص هي مفهوم الشخص ومفهوم الهوية وكذلك مفهوم الذاكرة. وقلنا على المستوى المفاهيمي يجب تعريف هذه المفاهيم وتحديد دلالتها والعلاقات القائمة بينها. فتعريف الشخص مثلا يمكن أن يعرف الشخص بأن أن نقول بأن الشخص هو ذات مفكرة عاقلة حرة مسؤولة عن أفعالها واختياراتها.
فإن عندما نتحدث الشخص فإننا نتحدث عن الشخص كذات مفكرة في مقابل الأشياء والموضوعات. كذلك يمكن تعريف الهوية باعتبار أن الهوية تعني تطابق الفرد مع ذاته، وتعني أن الشخص هو نفسه هو في كل مراحل حياته. كذلك أن الذاكرة يمكن تعريفها بأن الذاكرة هي جزء من الدماغ البشري، أو أنها قدرة تمكن الإنسان من تخزين أحداث الماضي والأحداث والوقائع التي تقع للإنسان واسترجاعها. ثم كذلك هذه الذاكرة تقوم بوظيفة الربط بين أحداث الماضي والحاضر. بعد تحديد طبيعة الحال هذه المفاهيم، يمكن تحديد العلاقة القائمة بين هذه المفاهيم. هل هي علاقة مثلاً ارتباط؟ هل هي علاقة سببية إلى غير ذلك؟ توضيح يعني هذه العلاقة القائمة. بطبيعة الحال بعد تعريف المفاهيم يجب على التلميذ أن يبحث عن الأساليب الحجاجية التي استعملها صاحب النص لتأكيد أطروحته أو للدفاع عنها. في هذا النص نجد بأن صاحب النص استعمل مجموعة من الأساليب الحجاجية، يمكن أن نذكر أسلوب المثال من خلال حديثه عن الدراجات الهوائية التي تستمر مع الزمن من خلال شكلها المادي الخارجي، فضلاً عن أسلوب الاستعارة الذي نجده حاضر كذلك في هذا النص الذي استخدم على سبيل المجاز لتبيان تغير وتحول في هوية الشخص من خلال قوله أنا إنسان جديد. طبيعة الحال يمكن إذا اشتغلنا على نص آخر أن نجد بأن هناك أساليب حجاجية متعددة كما قلنا، يمكن نجد أسلوب التعريف أو أن نجد أسلوب المقارنة أو غير ذلك. يجب على التلميذ أن يحاول استخراج هذه الأساليب الحجاجية وأن يحاول أن يعرضها على شكل أفكار متناسقة من أجل منح لهذا التحليل نوع من التماسك والانسجام الداخلي. ثم بعد تحليل مطلب التحليل ننطلق بطبيعة الحال أو ننتقل إلى مطلب المناقشة. على مستوى التنقيط عندما نحلل نص فلسفي أو نناقش نص فلسفي نجد على مستوى التنقيط 5 نقاط، ويجب في هذه المناقشة عندما نحلل النص أو نناقش النص أن نبرز في هذه المناقشة قيمة الأطروحة. على مستوى التنقيط 1.5، وكذلك أن نبرز حدود الأطروحة 1.5، ثم كذلك يجب فتح إمكانات أخرى للتفكير في الإشكال 2. إذن ماذا نقصد بقيمة الأطروحة؟ قيمة الأطروحة هي الأطروحة التي تحدث عنها صاحب النص، تقول بأن هوية الشخص ترتبط بمعيار الذاكرة، أي أن الذاكرة هي التي يستطيع من خلالها الشخص أن يتعرف على أنه هو نفس الشخص، وأنها الذاكرة خزانة للمعلومات وتربط بين حاضر الشخص بماضيه، وهي جزء من الذاكرة، وهذه الذاكرة هي في نفس الوقت هي التي تمنح للأجساد المادية استمرارية عبر الزمن. إذن هنا صاحب النص حينما نتحدث عن قيمة الأطروحة تتجلى في تأكيده على أهمية الذاكرة، أهمية الذاكرة في تحديد هوية الشخص. أما حينما نتحدث عن حدود الأطروحة، بطبيعة الحال قبل أن نتحدث عن حدود الأطروحة قلنا قيمة الأطروحة تتجلى في تأكيد على أهمية الذاكرة في تحديد هوية الشخص. وفي هذا السياق يمكن أن نستحضر تصور موقف جون لوك، موقف جون لوك، لأنه هو الآخر يعتبر بأن هوية الشخص تتحدث من خلال الشعور ومن خلال الذاكرة. ثم حدود الأطروحة بطبيعة الحال، وهو أن نقصد بحدود الأطروحة وأن الذاكرة ليست دائما محددة لهوية الشخص، لأن الذاكرة قد تكون معرضة للتلف بسبب المرض والشيخوخة والتقدم في السن. أي أننا ننتقد معيار الذاكرة باعتبار أن الذاكرة ليست دائما محددة لهوية الشخص، بقدر ما أن الذاكرة قد ترتبط بقدر ما أن هوية الشخص قد ترتبط بعناصر أخرى من غير الذاكرة لأنها معرضة للتلف. وفي هذا السياق يمكن أن نستحضر الفيلسوف الألماني شوبنهاور الذي يربط الهوية بالإرادة، فيعتبر بأن الإرادة هي العنصر الجوهري الثابت الذي لا يتغير في الإنسان. كل شيء يتغير في الإنسان بما فيها الإرادة، وعفواً بما فيها الجسد، لأن الجسد الإنساني يتغير في شكله الفيزيولوجي أو في شكل على مستوى المظهر.
الإنسان يشيخ يهرم، إذن هناك تغير على المستوى الفيزيولوجي. كذلك يرفض الفيلسوف الألماني شوبنهاور يعني ربط هوية الشخص كذلك بالذاكرة، لأن الذاكرة سيرى بأنها معرضة للتلف والضياع بسبب مثلا الشيخوخة، المرض، تقدم في السن، الإصابة في الرأس. وكذلك يرفض اعتبار الشعور محدد لهوية الشغل وهوية الشخص، لأن الشعور كذلك هو الآخر يتغير، ولكن العنصر الجواري الثابت الذي لا يتغير مع الزمن وهو الإرادة. ونجد دائما حضور للإرادة عند الإنسان، فالإنسان دائما يريد أو لا يريد، فجوهر الكائن الإنساني وهو الإرادة. إذن حضور دائما الإرادة عند الإنسان. أما عندما تحدثنا عن موقف جون لوك لتأكيد قيمة الأطروحة، لأن الأطروحة تدافع عن أهمية الذاكرة في تأسيس هوية الشخص، هوية الشخص، نجد أن جون لوك والآخر يعتبر أن الذاكرة بالإضافة إلى الشعور هي أساس هوية الشخص. أي عندما نقول الشعور أي قدرة الإنسان على الشعور وإدراك العالم الخارجي انطلاقا من الحواس، وكذلك قدرته على التذكر من خلال الذاكرة، تذكر الأحداث، وما يجعل الشخص يدرك على أنه نفس الذات التي كانت في الماضي وهي نفس الذات الآن في الحاضر من خلال كذلك الذاكرة. وهناك بطبيعة الحال مواقف فلسفية أخرى متعددة يمكن للتلميذ أن يستحضرها لكي يناقش إشكالية هوية الشخص، كموقف العلوم الاجتماعية بالخصوص مع العالم الاجتماعي رالف لينتون، الذي يعتبر بأن هوية الشخص تتشكل انطلاقا من المجتمع، فهو يركز على بعد المجتمع، على ما هو اجتماعي في تشكيل هوية الشخص، على أن المجتمع هو الذي يعمل على بناء هوية الشخص. فمثلا الطفل داخل الأسرة، تقوم هذه الأسرة بتنشئة اجتماعية، عن طريق هذه التنشئة الاجتماعية تبدأ هوية الشخص في التشكل من ناحية الاجتماعية، عن طريق التنشئة الاجتماعية التي هي عبارة عن مجموعة من قواعد السلوك والضوابط والأداب إلى غير ذلك. كذلك يمكن أن نتحدث عن هوية الشخص في البعد النفسي السيكولوجي، ونستحضر هنا سيغموند فرويد، العالم النفس النمساوي فرويد، الذي يتحدث عن بأن هوية الشخص تتدخل في تشكيلها عناصر نفسية لا شعورية. وحينما نتحدث عن فرويد، ففرويد بطبيعة الحال هو مؤسس اللاشعور وينتمي إلى مدرسة التحليل النفسي. إذن رأيتم بأننا تحدثنا عن هوية الشخص من انطلاقا من أبعاد متعددة. هوية الشخص تحدثنا عنها انطلاقا من بعد الذاكرة أو بعد الشعور أو بعد الإرادة أو البعد الاجتماعي أو البعد النفسي. إذن كانت هذه محاولة لمناقشة أطروحة النص. إذن هنا الآن سننتقل إلى التركيب، وهو لحظة الخاتمة. على مستوى التنقيط هناك ثلاث نقاط في هذا التركيب. مطلوب من التلميذ بطبيعة الحال أن يبرز خلاصة للتحليل والمناقشة، وبطبيعة الحال هذه النقطة على مستوى التنقيط نجد نقطتين مع إبراز الرأي الشخصي للتلميذ نقطة واحدة. هذا الرأي الشخصي، عندما يريد التلميذ أن يبرز رأيه الشخصي يجب أن يكون رأيا مبنيا مدعما بحجج. وفيما يتعلق بخلاصة التحليل والمناقشة، يجب على التلميذ أن يبرز خلاصة لما رآه في التحليل والمناقشة لأهم الأفكار على شكل خلاصة أو استنتاج. ويمكن مثلا أن نقول في هذا التركيب أو في هذا الخاتمة، يمكن للتلميذ مثلا أن يخلص من تحليله ومناقشته إلى إبراز تعدد وغنى المعايير والأبعاد المحددة لهوية الشخص، بحيث أن هوية الشخص كما رأينا لا تتحدد انطلاقاً من بعد واحد أو من مكون واحد، بل تتحدد من مجموعات من الأبعاد، مما يجعل هذه الهوية تتدخل في تحديدها مثلاً العقل، الشعور، الذاكرة، الإرادة، المجتمع إلى غير ذلك. إذن هوية الشخص لا يمكن تحديدها انطلاقاً من بعد واحد، وإنما انطلاقاً من مجموعة من الأبعاد ومن مجموعة من المكونات.
إذن بعد التركيب أو الخاتمة هناك الجوانب الشكلية. عندما نريد تحليل نص فلسفي ومناقشته وإنجاز إنشاء فلسفي أو كتابة فلسفي حوله، لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب الشكلية. حينما نتحدث عن الجوانب الشكلية على مستوى التنقيط هناك ثلاث نقاط. إذن أول شيء على مستوى الجوانب الشكلية هو أن نعطي اهتماما أكبر لتماسك العرض، أن يكون العرض منسجما، نقطة واحدة تماسك العرض، وهو أن يكون منسجما على مستوى الأفكار التي نقترحها في التحليل، وكذلك منسجما على مستوى المنهجي. الكتابة الإنشائية يجب أن نجد بأن لا يمكن أن نتحدث ونحن ننجز تحليلا ومناقشة أو كتابة إنشائية فلسفية أن نتحدث عن مقدمة وننتقل مباشرة إلى المناقشة دون أن نذكر التحليل أو دون أن نذكر أطروحة النص أو غير ذلك. إذن هذا ما يسمى بتماسك العرض وانسجام العرض على مستوى الأفكار. وكذلك يجب على التلميذ أن يأخذ بعين الاعتبار سلامة اللغة من الأخطاء اللغوية. إذن الأخطاء اللغوية يجب تجنبها وعلى مستوى التنقيط نقطة واحدة، بالإضافة إلى وضوح الخط. وضوح الخط فيجب أن يكون مقروءا نقطة واحدة. إذن هذه العناصر وإن كانت شكلية فهي أساسية ومهمة بالنسبة للتلميذ، لأن على مستوى التنقيط فهي ثلاث نقاط لا يجب إغفالها بالنسبة للتلميذ. إذن عند تحليلنا لهذا النص كما رأيتم سابقا حاولنا فيه إبراز العناصر الأساسية في هذا التحليل، وهي مطلب الفهم، وكذلك مطلب المناقشة، وكذلك مطلب الخاتمة أو التركيب، وكذلك مطلب الجوانب الشكلية. إذن هذه العناصر كلها بما فيها مطلب الفهم، مطلب التحليل، مطلب المناقشة، ومطلب التركيب والجوانب الشكلية فهي مهمة ويجب أخذها بعين الاعتبار عند تحليلنا لنص فلسفي ومناقشتي. إذن كانت هذه محاولة من أجل تحليل نص ومناقشته وإعطاء بعض الأفكار حول هذا النص للفيلسوفة الإنجليزية بطبيعة الحال ميري ورانوك. وإلى هنا نتوقف عند هذا الحد.